أصحاب الدراجات النارية أيضاً كانوا من ضمن من عانوا بسبب هذه الأزمة المتواصلة التي تشهدها إديالا. طبعاً في قضاء المقدادية ومع أصحاب الدراجات النارية الذين اضطروا إلى فصل خزانات الوقود عن دراجاتهم وحملها لملئها بالوقود بعد رفض المحطات أن تزودهم عن طريق صفائح التعبئة. قضاء المقدادية بالتانكيات المطارات ما يطون بالدبة إلا التانكي الله مواطن العراقي معاناته تفضل يابا تفضل بابا على الستوتة بواها باوع إلا التانكي ما يطون بالدبة بالدبات ما يطون ولا وصل الحرام اللي هنايا يلا وهاي المحطة ما التعبئة المقدادية التوفين صار في جديد يروح يبان زخاره فلا يشده بالبراقة ما تي والله ما عمرك شايف.